لأن حتى الأحدث في حاجتين، إنه في 67 ردينا في 73 على طول، وفي الإخوان سنة وانتهت، والإرهاب برضو استردينا منه الأرض بشكل أساسي. فالهاردوير زي ما حضرتك بتقولي، الأرض والسلاح والجيش دول يعني عاصيين على الاختراق، لكن الخطر على العقل. هي دي بقى النقطة اللي احنا ننتبه ليها، عشان كده بقول لحضرتك يا رب يستمر برنامجك في دور حرس سلاح ثقافي. احنا نقول هذا النداء للحفاظ على ثقافة الأمة وعلى تعليم أبنائها وعلى ملامح شخصيتها من أن تخترق. ليه؟ لأنه من زمان قوي كنا يعني عندنا عصيان ثقافي. الفلاح المصري يجيله الجندي الهكسوسي يقول له، يجي يكلمه يقول له مش بفهم لغتك، تقدر تتكلم لغتي انا عشان بس نقدر نتفاهم. فيقوم يضطر يتعلم لغتنا. طب لبسك كمان غريب قوي عليا ومش بحب اتعامل مع ناس باللبس الغريب، فيلبس لبسنا، ياكل اكلنا، يتحول ثقافيا، فيفقد ملامح هويته يعني. وهنا الفلاح المصري اللي المفروض مهزوم عسكريا لكنه لا يمكن ان تصل اليه ثقافيا. نابليون لما دخل راح حلقات الذكر ليه بقى؟ هو هنا كمان يعني نقول كمان من الذين صنعوا النهضة المصرية لما فهموا ملامح شخصية مصرية. يعني وانا قلتها لسيادة الرئيس السيسي وهو وزير دفاع، وكان رافض بشدة ان يكون رئيس للجمهورية، وقال لي مش هغير البدلة دي. ده حوار دار ما بينك وبين الرئيس في ندوة ثقافية. ففي الحقيقة انا قلت له معلش يا فندم، في حاجة اسمها اللحظة التاريخية التي تفرض، يعني مش هيبقى اختيار شخصي. احنا في ايامنا السوداء بمصر عارفة كويس جيشها نزل من رحم الامة، فابنها مش الجيش والامة، لا ده الجيش ابن الامة. فهذا الجيش احنا بنستغيث بيه. وقلت ببرنامج كمان لعمرو اديب لما كان في 13 بيتنافسوا على حكم مصر، وكان مستضيفني انا والاستاذ ضياء الرشوان، فقال مين فيهم هيحصل على، فقلت له ولا واحد. ما ينفعش عالم الاجتماع ما يتنبأش ويفضل يتكلم عن الماضي. ده تعرف تتكلمي في انتخابات 2012.